قالوا ايه علينا دولة؟ قالوا ايه؟ قالوا الست لبيتها. قلت لهم ليه؟ الست الشاطرة الشطورة تسبق جدارتها بكل سهولة، جوه البيت بره البيت دي مش فزورة. انتي وجوزك وعيالك في مركب واحدة، لازم الكل يقدف عشان نوصل لبر الأمان. ومن هنا أسأل سؤال لكل الرجال، تحب مراتك تعيش جوه جلبابك؟ طبعا الكل هيقول طبعا يا سلام. أما في حلقتنا هنسمع رد الستات وهم بيقولوا لن أعيش بجلباب زوجي. أهلا بيكم في فقرة جديدة من فقرات شباب شو، معاكم ندى علاء في الحلقة النهاردة، ولكن مش لوحدي في الفقرة دي، هيبقى معايا زميلاتي شيماء وتقوى. أهلا بيكم. أهلا بيك يا ندى. النهاردة بصراحة أنا حابة أبدأ مع شيماء لأن هي من محافظة تانية، فحابين نعرف يا ترى بيتعاملوا مع المرأة العاملة هناك عندهم إزاي. هي أولا من الشرقية، فتحية خاصة لأهل الشرقية كلهم، ولكن برضو عندنا يعني شغف كده ان احنا نعرف هل هم يعني بيشجعوا المرأة العاملة ولا لا. مش الكل، البعض بيشجعوا المرأة العاملة وبيحفزوها ان هي تشتغل وتكمل دراستها وتعليمها، والبعض بيعارضوا الفكرة ديت وبيعارضوا فكرة ان هي تكمل تعليمها او ان هي تشتغل بعد الزواج. وفي الشرقية برضو، يعني مش في الشرقية بس اللي بيعرضوا فكرة الزواج المبكر والكلام ده، برضو في الجيزة في كل المحافظات كلها بيعرضوا نفس الرأي. والسن الصغير في السن الصغير في الجواز غلط جدا، بيعمل نسبة طلاق عالية جدا، وده اللي بيحصل دلوقتي في السن ده. عايزة بس أقول حاجة اللي هي قبل موضوع السن الصغير، خلينا نتكلم إن الموضوع زي ما هما بيقولوا مش الكل، ولكن هي الفكرة كلها في إن دي أفكار اتربينا عليها تورثناها. مهما تطورت المجتمعات ومهما اختلفت الثقافات في المجتمع، إلا إن احنا هي أفكار عندنا مش هنقدر نغيرها. فهي عندها حق فعلا شيماء وتقوى برضو في فكرة إن مش الكل، ما نقدرش نعمم الموضوع، فعشان ما نلقاش يعني إيه هجوم من الرجالة، لا طبعا انتوا حبايبنا والدنيا زي الفل. لكن احنا بنتكلم عن قضيه للاسف منتشره لفتره كبيره، وبنحاول نزود من تطور المجتمع، ولكن هو الفكر نفسه موجود. زي ما قلت يا تقوى، في فكره الجواز نفسها، هل الموضوع نفسه بيبقى عند الاباء والامهات نفسهم، يعني عند الاهل؟ بصي، هو في بنات بتوافق ان هي تتجوز في السن الصغير، يعني تقول لك لا انا هخلص تعليمي يا دوبك كفايه عليا الدبلوم واتجوز على طول وقت في بيتي. وفي ناس برضو من الأباط والأمهات تقولك لا، هي تكمل دراستها ليه؟ الست ملهاش غير بيت جوزها، الشهادة مش هتنفعها بحاجة، الشهادة مهما خدتها برضو مصيرها لبيت جوزها. بتبقى في أحلام عند البنت عايزة تحققها، طموحات بيقفوا في سكتها الأباء، ما بتعرفش تحقق اللي هي عاوزاه. ولما بتتجوز في سن صغير ويجبروها على الجواز، بترجع لهم مطلقة وبيبقى معاها أولاد، بتبقى حاجة صعبة جدا. يجي الاب يقول لك هصرف منين، هعمل منين، دي رجعت لي. تبقى الغلط عندهم هم، ما بيحاسبوش نفسهم في النقطه ديت، فاكرين العيب كله على الست، فبيرموا كل العيب عليها هي. هو يعني طبعا ما نقدرش نقول ان العيب على الست او العيب على الراجل، هي الفكره كلها ليها علاقه بالفكر والحاجه اللي تربينا عليها. فبرضو عايزين نتكلم في النقطه دي لفكره ان ممكن تكون البنت نفسها هي مقتنعه بده اصلا، يعني هي مقتنعه بفكره ان عندنا لا ما فيش حاجه اسمها اشتغل، دي انا مسيري بيتي وجوزي. فانت عندكم بعض البنات بيكونوا فكرتهم فعلا اللي هي البيت جوزها، وان انا ما كملتش تعليمي، وفي بعض البنات بيكون نفسهم يكملوا تعليمهم بس بيجوا عند مرحله معينه في التعليم والابهات اللي بيمنعوهم يكملوا. يعني مثلا عند مرحله الاعداد لما يجيبوا مجموع كويس ويأهلهم لثانوي، الأبهات في الوقت دوت بيمنعوا ان هم يخشوا الثانوي وبيحولهم لدبلوم، على مقولة ان البت البيت جوزها، وما يعني ايه ما فيش تعليم بعد كده، ودوت له عقاب كبير، يعني في بتاع كبير قوي تأثير عليه بعد كده. يعني لما توافق وتتجوز ويحصل، يعني تتجوز بعد كده، التأثير على دوت بقى ليها لو لما هي ما اشتغلتش، لما هي ما اشتغلتش، مش حكايه عيالها،
اللي هي لما ما اشتغلتش بعد كده، لما بيحصل سوء تفاهم ما بينها هي وجوزها او مشكله وبيؤدي للطلاق، وده بيحصل كتير عندنا في بيحصل كتير ان هي بتؤدي للطلاق، بعد ما بتؤدي للطلاق بتضطر ان هي ترجع لبيت اهلها تاني. فما بيكونش يعني ما بيكونش بيت اهلها يعني جدير ان هو يتكلف بيها او كده، وفي البعض كمان بيكون والدها او والدتها متوفيين، فيعني مش الاخ يعني مش هيبقى مسؤول عليها او يبقى عاملها. فهي لو كانت مشتغله او مكمله تعليمها من البدايه يعني كانت عرفت تأسس حياتها يعني، ولو كانت بتشتغل كانت عرفت تأسس حياتها بعد كده. لكن فدي مشكله كبيره يعني، ان هي بعد ما بتتطلق ما بتلاقيش اي حاجه. هو احنا ده يدخلنا لنقطه تانية، هي الفكره ان بغض النظر ان ممكن يكون الاهل نفسهم هم اللي بيكونوا زارعين الفكر دوت في جوه البنت او المراه بشكل عام، لكن كمان ده بيؤدي لاثار زي ما قالت شيماء، هي فكره الزواج المبكر والاميه نفسها، ان انا خلاص انا مقتنع ان بنتي ما لهاش غير بيتها وجوزها، قعدها بقى في البيت وخلاص، ومش مهم تكمل تعليمها، يعني اهم حاجه الجواز واهم حاجه انها ازاي يعني تلاقي عريس بمعنى اصح. بصي هي دي النقطه من ناحيه الاباء والاراء الاب والام. احنا عايزين نتكلم بقى في النقطه من ناحيه الزوج. النقطه من ناحيه الزوج ان هو بيقول لك لا خلاص بدل دخلت بيتي يبقى ما فيش شغل، انا جدير ان انا اكفيكي، انا جدير ان انا اجيب لك كل اللي انت عاوزاه، بس ما اسمعكيش بتجيبي سيره شغل. ده صعبه، بتبقى فيها عند البنت احلام نفسها تحققها وطموحات نفسها تحققها، وفي نفس الوقت بتبقى عايزه تحب وتتجوز وتعمل ده مع ده. فبيجي واحد يقول لك لا انا مش عايزك تتجوزي، يعني اثنين مخطوبين يقول لك لا انا مش عايزك تشتغلي بعد الجواز، انا ما عنديش حاجه اسمها شغل، لما اكون مقصر معاكي يبقى اتكلمي. هي مش حكايه تاثير، هي حكايه ان هي عندها طموحات، عندها احلام نفسها تحققها وهو معاها في نفس الوقت، بتبقى محتاره لما هو يخيرها يقول لها يا انا يا الشغل يا انا يا احلامك، بتبقى محتاره تختار ده ولا ده، فبتبقى متحطه في موقف صعب، بتبقى محطوطه في موقف صعب، بتبقى نفسها تكمل في الاثنين، ولما بتتحط في الموقف ده هي ما بتبقاش عارفه عاوزه ايه، بتنهار في حاجه في حاله زي كده. فالرجاله ما بتديش فرصه للستات ان هي تعمل اللي هي عاوزاه في احلامها، وجديرة ان هي توفق بين البيت وبين شغلها. طيب احنا بمناسبة الموضوع ده معانا مكالمة تليفونية اسمها نورة من القاهرة، اهلا بك يا نورة. طيب احنا بمناسبة الموضوع ده معانا مكالمة تليفونية اسمها نورة، يا نورة بعد اذنك توطي التلفزيون شوية. نورة الخط قطع. شكرا ليك يا نورة، وخلينا نرجع تاني لموضوعنا، واحنا برضو في انتظار مكالماتكم، لو اي حد عايز يبدي رأيه في الموضوع، يا ترى الست لبيتها وجوزها ولا من حقها تشتغل ولازم يبقى ليها دور في المجتمع، هنستنى مكالماتكم. كملي يا تقى كده. في كل بصي بيبقى في البنت بتبقى ليها رأي عايزة ان هي تقوله، في برضو من الزوج يقولك لا رأيها ده مش مهم عندي، انا خلاص بدل انا اتجوزتها يبقى انا الرأي هو اللي يمشي، بيبقى عايز يتحكم فيها في كل حاجه. ما هو الموضوع بيبقى موضوع اتفاق اكتر، يعني يا جماعه يعني دايما بتلاقي قبل الجواز ممكن مثلا تلاقي الراجل او زوجها او خطيبها بمعنى اصح بيقول لها تمام مفيش مشكله تشتغلي طالما انت يعني انا خدتك ان انت بتشتغلي مفيش مشكله، وانا معاكي على قد عقلها، واول ما تخش القفص واول ما بتخش القفص فعلا بيحطها قدام الامر الواقع، الامر الواقع. ايوه فعلا انك ما تكمليش تعليمك، ودوت بقى بيخليها ان هي يعني تتنازل وتوافق على قراره ان هي ما توقف اللي في اتجاه البيت، يعني مثلا اولادها او كده بتضطر ان هي تتنازل علشان فكره الطلاق زي ما انا قلت لك ان هي يعني ما تتعرضش لمواقف، والطلاق عندنا بيشوف الست المطلقه حاجه ثانيه، وعشان بردك اولادها فبتضطر ان هي ايه توافق على قرار ده، رغم ان كانوا قبل كده يعني متفقين ان هي ممكن تكمل تعليمها. بس على فكره في ستات برضو قبل ما اول ما بتتجوز قبل ما تخلف قبل ما تعمل كده تقول لك لا انا مش هكمل، وتتفق معاه ويتفقوا ان هم يتطلقوا وكل واحد تقريبا. معانا مكالمه تليفونيه، معانا مكالمة. الو الو. ايوه مساء الخير، مين معايا؟ ازيك يا استاذة ندى؟ اهلا بيكي نورتينا. اهلا بحضرتك يا فندم. عايزينك تشاركينا بقى في موضوع فقرتنا النهارده، يا ترى الست اللي بيتها لجوزها ولا من حقها انها تشتغل؟ لا انا شايفه ان الست من حقها انها تشتغل وتثبت ذاتها،
بس في حالة لو أولادها محتاجينها يبقى الأولوية لأولادها، بحيث إن هم كمان يقدروا يتقدروا ويتوقعوا مدار الأمان، وبعد كده من حقها إنها تكمل مسيرتها في الشغل وكده. طب هو ما ينفعش الموازنة شوية؟ يعني ما ينفعش فكره ان انا الاثنين مع بعض، ليه لازم نختار؟ بس على فكره هي لو هتعرف توفق بين البيت وبين شغلها هتنجح فيه برضو، يعني هي لو فشلت في ده فبيتها فعلا اولى بيها، بس لو هتعرف توفق بين الاثنين فليه يمنعها ان هي تشتغل؟ ايوه هي المفروض ان هي تحاول توفق بين بيتها وعيالها وبين شغلها، لو مش هتقدر توفق بينهم يبقى الاولى لاولادها وبعد كده تكمل مسيرتها في الشغل. بس على فكرة في ناس بتشتغل برضو وهي قاعدة في بيتها، يعني بتنجح جدا وهي بتشتغل وهي قاعدة في بيتها، فأنا مش موفقة الرأي إن هو يمنعها إن هي تشتغل، تقدر تشتغل وهي في بيتها برضو. هي العملية عملية تنظيم، هنا إنك تنظمي بين بيتك وجوزك وعيالك وشغلك وكده. بشكرك جدا على المكالمة والرأي اللطيف ده، ولكن معانا كمان مكالمة تانية، خلينا نقول ألو. ألو. أيوة يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، انا المهندس عادل عبد الله بتكلم من بيه لكفر الشيخ. اهلا اتفضل. اهلا بيك يا فندم، انا اب وسني 68 سنه، وانا ايد حضرتك ان في تفاهم بين البنت والولد قبل الجواز وقبل الخطوبه، وتكون حاطه خطوط عريضه بينه وبينه، ولكن شغلها مهم جدا لان بيدي لها كرامه وشخصيه في بيتها، وبيدي لها انضباط وتعامل قيم مع جوزها. لا يمكن ابدا يقول لها ما تشتغليش وتوافق، ضروري تشتغل وضروري تكون متعلمه ومثقفه، وفي خطوط عريضه واتفاق بين العيلتين وبين الناس الكبار بينهم وبين بعض، لان نسبه الطلاق عاليه جدا سواء مسيحيين او مسلمين. ضروري يا فندم يكون في تفاهم، ويكون في، انا راجل مسيحي مؤيد ان الست يكون في تفاهم، ويكون في الكبره في التعامل بين الرجل والبنت والبنت والولد. ضروري يا فندم، ضروري يبقى في تفاهم وفي خطوط عريضه واتفاق مسبق، انا هعمل ايه ولا تعمل ايه، وضروري تسيبها تشتغل. اذا ما سابهاش تشتغل يبقى ناوي يسيطر عليها ويقل ادبه عليه ويضربها، وده مشكله عندنا في البيت. يعني انا بقول لحضرتك يا استاذنا، وانا معاك ضروري يكون لها شخصيه ولها كرامه ولها شغل، لان الشغل بيعزز كرامتها ووقفها على رجليها قدامه. ما ينفعش يقول لها ما تشتغليش تقول له امامين، لا ما تندفعش على الزواج، لا قعدتها في البيت احسن من الطلاق. سواء احنا مسيحيين او مسلمين يا فندم، نسبه الطلاق زادت في مصر وده غلط جدا، وبيهدد المجتمع، بيهدد امن القومي بتاع البلد، بيطلع اطفال مشردين واطفال مشوهين عقليا ونفسيا. احنا عايشين في الدور ده يا فندم. ارجوك ارجوك يا فندم، ارجوك يكون عندهم اتفاق مسبق ويكون عندهم احترام لبعض. ما ينفعش ما ينفعش يفرض رايه عليها ولا مشتغلي ده تشتغل. هي النقطه دي المفروض اصلا قبل الجواز وفي فتره الخطوبه بس. شكرا ليك جدا الاول، بشكره. كملي يا طه، هو يعني انا عندي برضو راي في الموضوع ده ولكن اسمعك الاول. هي النقطه ديت بتاعته صح، ان هو المفروض يكون في اتفاق قبل الخطوبه، بس في الخطوبه حتى او قبل الخطوبه، بس هما بيختلفوا اول ما بتخش فعلا اول البيت، اول ما بتخش البيت خلاص رايه بيختلف. بيبقى مفيش ولا الاتفاقات اللي احنا اتفقناها ديت بتطير في الهواء، فهي بتبقى محطوطه قدام الامر الواقع. لو هي ليها شخصيه هتقدر ان هي تتحكم في رايها اللي هو كانوا متفقين عليه، لو هي من غير شخصيه فهيقدر يمشيها يمين وشمال من غير ما تقول له كلمه لا. يعني نقدر فعلا هو فعلا كلامه صح، ان هي هو فعلا دايما بيكون في اتفاقيه قبل الجواز في فتره الخطوبه ان هي تكمل تعليمها، بس هو بعد كده بيجي بعد ما بتتجوز بيمنعها عن الفكره ديت. بس هي فعلا لازم تكون عند رايها، لان هو معاه حق، فكره الطلاق زادت وديت مشكله كبيره اصلا، ان هي تقف على تعليمها وان هي ما تكملهوش، لان طيب لازم تكمل تعليمها. عندك حق فعلا يا شيماء، وخلونا نسمع كمان مكالمه تليفونيه ونقول اراء الناس ايه، يعني ده احنا محتاجينه جدا. الو مساء الخير او صباح الخير بقى. مساء النور. مساء الخير، ماشي مش مشكله. اهلا، مين معايا؟ انت عارف باسمك؟ انا انجي ايمن. اهلا بيكي يا انجي، اتفضلي. اهلا بيكي، انا عندي راي في الموضوع، ان فعلا في ستات ما بتقدرش توفق بين بيتها وشغلها. بس اكتريه الستات بتقدر توفق، والراجل بيخليها ما تشتغلش وخلاص، تحكم ليه. يعني انا شايفه ان في رجاله بتخليها لا انت هتقعدي في البيت تحكم وخلاص، مش بيشوفها الاول هي هتقدر توفق ولا لا. يعني انت شايفه ان معظم الرجاله بتتحكم؟ انا شايفه ان معظم الرجاله، في رجاله كتير بتتحكم في الست من قبل ما فيش اتفاق ما بينهم، من قبل الخطوبه حتى كمان على فكره، في رجاله كده، في بعض الرجاله بيعارضوا القرار ده لانهم بيعتبروها كبيره في حقهم ان الست تشتغل.
بشكرك جدا يا انجي، وحقيقه انا مبسوطه جدا بمشاركه الناس دي الجميله، لان لازم ده موضوع مهم جدا بالنسبه لنا. في الاخر انا عايزه اقول بس حاجه مهمه، لان الموضوع كله بيرسى على اتفاق. لازم تكون متفق مع شريكة حياتك او شريك حياتك، تكوني متفقه معاه في الحالات كلها، تبقوا متفقين مع بعض. انا هكمل، هكمل، مش هكمل شغل، عايزه اقعد في البيت، دي حريه شخصيه، مش بنقول ان ده غلط ولا ده غلط. الاثنين من حقهم، يعني من حق الاراء دي تمشي ومن حقك ده تمشي، انت حريه شخصيه، ولكن ما تجيش على راي حد. يعني هي ممكن تكون بالنسبه لها البيت ومسؤوليه العيال مهمه جدا، ولكن في نفس الوقت ما تمنعهاش من احلامها لو كانت هي عندها الهدف ده. لو هي عندها الهدف ده ومن حقها تختار شريك حياتها، بس شريك حياتها اللي يشجعها على احلامها ويكون معاها في طموحاتها، مش يحبطها ويقولها لا انت بيت ده بيتك وخلاص، دي مرحله وعدت من حياتك، انت تودعي كل ده، تفتحي صفحه جديده ونبدا حياه جديده، تبقى لبيتك واولادك وليا، تفضلي نفسك خالص. انا مع الفكره دي غلط، يعني مفروض شريك حياتها اللي هي هتختاره يكون حابب اللي هي حباه، يشجعها، يشوف الفرحه في عينيها وهي متفائله بالاحلام اللي هي بتحققها، مش يحبطها ويقولها لا كفايه على كده وخلاص وخليكي لبيتك ولجوزك. انا ضد الفكره دي خالص. انا مع توقف كلامها، انه في بيقول لها انت مثلا لو كنت بتحبينها هتتنازلي عن القرار دوت عشاني، لكن مش معنى اللي هي كده تتنازل، يعني مش دايما هي اللي هتتنازل. ما عشان نكون متفقين، يعني زي ما انا هتنازل انت هتتنازل، ما انت لو بتحبني اكيد مش هتمنعني من حلمي اللي انا تعبانه عليه طول السنين اللي فاتت، عشان مثلا حلمي اللي انا اشتغل او حلمي الوظيفه ديت، انت ما انت كمان لازم تتنازل. انت لو بتحبني زي ما انت بتقول، لو انت بتحبيني هتمنعي نفسي هتيجي ومش هتشتغلي عشاني وهتكملي معايا؟ يعني ما انت كمان انت لو بتحبني انت تتنازل على قرارك. لازم تنازلات بين الاثنين. بشكركم جدا، كانت فقره مهمه جدا بالنسبه لنا، لان اعيش في جلباب زوجي، احنا مش بنأيد ان انت بتقولي ان انت لن اعيش في جلباب زوجي، لا، احنا اتخذنا العنوان ده نتيجه لان المسلسل نفسه اللي احنا واخدينه منه لن اعيش جلباب ابي كان البطل دايما معارض لفكره ان لا مش هبقى تحت ظل بابايا او طريقه، ولكن في الاخر اكتشف ان طريقهم واحد، فانت وزوجك طريقكم واحد، وانت ومراتك برضو طريقكم واحد، انتوا الاثنين ميزان في حياة بعض، فلازم تخلوا كفتين قد بعض، ما حدش يجي على التاني. بشكركم جدا، ولن اعيش في جلباب زوجي خلصت، وكمان فقرة شباب شو خلصت. بشكركم في حلقة النهاردة، وكان معاكم ندى علاء، واخر فقرة كان معايا شيماء وتقوى. بشكركم جدا واشوفكم على خير في الحلقة الجايه.